نرجع بقى موضوع مسابقه. قال لك هيعملوا مسابقه يا جماعه الافلام الرعب. هقول لكم بقى، قال لك يمكن افلام الرعب اكتر تصنيفات في العالم ليها جمهور من حد يعني من بنات واولاد، ملهاش يعني ملهاش علاقه ان ملهاش قاعده الرجاله بس تتفرج على افلام الرعب، لا في بنات واولاد. وافلام الرعب استاذ يوسف بسلم عليك جدا، مخرجنا العظيم مخرجنا العظيم. يمكن البنات كمان بتحب افلام الرعب كتير جدا. قولي انت مسابقه. طيب يا جماعه المسابقه دي هي عباره عن مجموعه من الافلام الناس بتتفرج عليها، وهم حوالي 13 فيلم بنتفرج عليهم، وبعد كده بندخل زي دراسه او استفتاء عن المشاعر اللي حسينا بيها خلال كل فيلم. وايه بقى الجائزه؟ 1300 دولار بالظبط كده. كام مصري؟ تخيلي تتفرجي، لا ما يعني اقعدي احسبي بقى يعني تقعدي تتفرجي. حلو، بس اقول لهم ايه في يعني هطلع من ايه؟ يعني هطلع بايه في اخر المسابقه؟ انا مش فاهمه. ما هو ب 1300 دولار علشان لا يعني ايه؟ يعني ايه المشاعر برضو؟ ايه المشاعر؟ لا ما هو دي بقى بتبقى اسئله وانت بتجاوبي عليها. حسيتي ايه مثلا في المشهد ده، او حسيتي ايه في اللقطه دي؟ طبعا ده للكاتب الروايات ستيفن كينج، اللي عامل 13 فيلم بالظبط، 13 فيلم رعب، منهم الفيلم الشهير جدا اللي منتشر من سنتين ثلاثه تقريبا، هو فيلم ات، اللي اتعمل جزء السنه اللي فاتت، والجزء الجديد نزل من كام شهر او تقريبا حتى اقل، مش فاكره. وفيلم ات هو مهرج بيطلع كل 7 أو 23 سنه تقريبا، بيطلع للصغار او الاطفال، بيخطفهم ومش بيقتلهم، يعني هو مش بيعمل لهم حاجه، بس بيحطهم زي في دوامه كده، يفضل كانه حاجزهم. اوكي، انا ما اتفرجتش عليه بصراحه. لا لا لا، رائع. بقول لك ايه، كمان في جوائز ثانيه بيقولوا ليها علاقه بالمسابقه، زي عده النجاه اللي بيبقى فيها كشاف كهرباء، دي زي افلام الرعب، وبطانيه متنقله وساعه ذكيه بتقدر تقيس نبضات القلب والتحكم في الاعصاب لما بتبقى بتتفرج يعني على افلام الرعب. وكمان هياخد تذكره سينما مجانيه لفيلم من افلام ستيفن كينج. حلو قوي. حلو. بس انا بقى مش عارفه هم هيختاروا الفايز بناء على ايه، يعني مثلا لو انا وانتي اتفرجنا وانا وانتي شاركنا في الاستفتاء ده او في المسابقه دي، وكل واحده عبرت عن مشاعرها، تفتكري هيختارونا ليه؟ مش عارفه برضو، يعني اكيد مش عارف، مش ممكن عارف. اكتر واحد عبر عن مشاعره مش عارف. يعني ممكن يعني مش عارف، يعني عايزين يوصلوا لاقرب احساس لاحساس الممثل اللي مكتوب في ممكن. بس هي فكره لطيفه عامه، انه ممكن ان انت تتفرجي على حاجه وتدي الفيدباك بتاعها، وفي المقابل يرجع لك جايزه بقى ايا كانت، فلوس او حاجه زي الحاجات اللي موجوده دي اللي هي الكشاف او البطانيه والحاجات دي. فكره جديده يعني. كمان السينما بتبقى ساعه، صح؟ هي ما فكره البطانيه دي حلوه جدا. انت بتفكري في البطانيه. بفكر في البطانيه. طب ايه رايك؟